لماذا يعني يجبر الاحتلال الناس على مغادرة المستشفيات؟ يعني أولا هي كما ذكرنا هي عملية إذلال وعملية يعني إغال في الانتقام. و بعتقد انه يعني اضافه للاهداف التي ذكرناها وخاصه انه يريدون ان يسيطروا على المستشفى ثم يقوموا بعمليه تفتيش واعتقال بعض الناس، قد يستطيعون يعتقلوا بعض المقاومين، لكن اضافه الى ذلك انا برايي هي عمليه انهاك للشعب الفلسطيني وللمقاومه، لانه انت تعلم ان المدنيين الفلسطينيين هم الخاصره الضعيفه للمقاومه، لانها تؤلم الجميع بكل ما في الكلمه من معنى. واعتقد انه الاحتلال يريد ان يغرس في نفوس وفي قلوب الشعب الفلسطيني الرعب والخوف بانه بعد الحرب لن يفكر احد ابدا بان يقاوم الاحتلال او يرفع السلاح ضد الاحتلال. ولذلك هي عمليه قتل او كسر لشوكة الفلسطيني وإرادته الصلبة التي يعني خبرها الاحتلال على مدى عشرات السنين، فهو يريد أن يلقن الفلسطينيين درس بأنه هذا هو الثمن إذا ما تجرأتم على مقاومة الاحتلال. لكن هذه المقاربة إن صح التعبير هي لم تنجح في السابق، فلماذا تنجح الآن؟ يعني كم مرة دمروا غزة، كم مرة دمروا لبنان، كم مرة دمروا الضفة الغربية في الاجتياحات في 2002، لكن مع ذلك لم تتوقف المقاومة ضد الاحتلال. الاحتلال لا يفهم إلا معادلة واحدة هي الحلول الأمنية، وهذه الحلول الأمنية على مدى 50 أو 60 عاما في الضفة الغربية على الأقل وغزة لم تؤتي ثمرها، حتى قبل ذلك منذ عام 48 لم تأتي بأي نتيجة، لم تتوقف المقاومة ولو ليوم واحد على مدى 76 سنة منذ احتلال فلسطين عام 48، ولذلك لم يتعلم الاحتلال. المشكلة أخي زياد، المشكلة هي في ما يسمى بالمجتمع الدولي أو العالم. 193 دولة في العالم عضو في الأمم المتحدة، 8 مليارات بني آدم يعيشون على وجه هذه الأرض، الجميع إما متعاون مع الاحتلال أو متواطئ أو متخاذل أو غير مبالي. ولذلك العالم أنا برأيي يعني هذه التجربة سوف يعني يدفع ثمنها الجميع، ليس فقط الشعب الفلسطيني، وسوف تتذكر كلامي أنه بعد سنوات، بعد عقود لا أدري كم، لكن هي بالمدى المتوسط سوف يكون هناك أثمان باهظة على كل المستويات. ما تقوم به الولايات المتحدة الآن سوف يثير الغضب لدى قطاعات واسعة من الشعوب العربية والإسلامية، بل الشعوب الغربية التي الآن تقف بقوة في مواجهة القرارات الأمريكية والبريطانية وغيرها من القرارات الغربية.